ماذا يحدث في حديقة الفيروز؟ يحدث حدث جميل جدا يربط القاطني ينبع الصناعية وينبع البحر برمضان البركة. لما نتكلم عن رمضان البركة نتكلم عن بركة الناس وكيف كانت الناس أحباب وأقرباء يجتمعوا بعد صلاة العشاء والتراويح ويجلسوا يتسامروا ويتحكوا ويقصوا القصص الجميلة. إحنا حبينا أننا نحيي هذا الموضوع في بركة رمضان، بالإضافة إلى أنه إيش معنى كلمة بركة رمضان. إحنا بنركز على أنه الناس اللي بتعمل تجارات بسيطة اللي بيجيها دخل بسيط من استثماراتهم البسيطة ممكن بالبركة وممكن بالرضا والسرور والهنا في النفس إنه يكسب إن شاء الله بمشيئة الله، وبعد كده يبدأ يطور تجارته ويبدأ يطور استثماره. الحديقة زي ما تشوفوها من أجمل الحدائق، سعادة الرئيس التنفيذي زارها قبل فترة ووجهنا بإنه هذه الحديقة لازم يتم استثمارها على الطريق الصحيح وإنها تفعل لقاطني ينبع الصناعية، وفعلا الحمد لله ربنا وفقنا إحنا في قطاع الخدمات المساندة وأخواننا حقيقة وداعميننا أخواننا في قطاع التشغيل والصيانة، عملنا سويا على تجهيز الحديقة والعمل على وضع أركان فيها. طبعا الطفل له ركنه، السيدة لها ركنها، الرجل له ركنه، كل واحد من قاطني ينبع له ركنه يجي ويعيش معانا الأجواء. طبعا المأكولات الرمضانية كلها موجودة في ركن المأكولات، في عندنا كمان الأسر المنتجة بتقدم كل المأكولات الرمضانية من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. فأنا أدعو الجميع حقيقة لمشاركتنا في هذا المكان الرائع وهذه الحديقة اللي نفذتها الهيئة الملكية من قبل عشرات السنين. شكرا للهيئة الملكية، شكرا لسعادة الرئيس التنفيذي، شكرا لقاطني يونس.